ما هو قدم في نشرتنا أخبار الاقتصاد مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا دينا فكري، شكرا هبة حسين، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. تستضيف محافظة أسوان المهرجان الدولي للتمور في دورته السادسة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ينعقد في الفترة من 8 إلى 10 من أكتوبر الجاري. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة. بمشاركة 114 عارضاً يمثلون 10 محافظات، انطلق المهرجان الدولي للتمور على أرض أسوان في دورته السادسة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. المهرجان يؤكد حرص الدولة على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص عمل جديدة، كما أنه يساعد في زيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة. بنعرض المنتجات بتاعة أسوان، الدبس البلح بتاع أسوان، والبلح المفروم اللي هو العجوة بتاع أسوان، والبلح المكبوس بتاع أسوان. أنواع البلح في عندنا برتمودة والسكودي والجنديلة، وأكثر من 6-7 أصناف. ويتوافق هذا التوجه مع حركة المشروعات الحديثة العملاقة التي تنفذها مصر حاليا في إطار التوجيهات الرئاسية التي تتضمن إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم تضم 2,500,000 نخلة بمنطقتي توشكا والعوينات. مهرجان التمور ده هيدينا فرصة إن احنا نصدر التمور بتاعتنا، لأن التمور بتاعتنا جافة وممكن تتحمل تسافر. في إضافة إن شاء الله يعني آملين يبقى في مصنع تمور لتحديث التمور في أسوان، وتلقى التمور للتصدير، وتبقى في فاتحة خير للمزارعين. بالنسبة للأسعار بتتراوح ما بين 30 و20 و25 و40، كل بلحة لها السعر بتاعها. وتمتلك مصر إمكانات تنافسية كبيرة في مجال إنتاج وتصدير التمور، وتحتل المرتبة الأولى عالميا في الإنتاج بنسبة 18%، وعربيا بنسبة 24%. تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث ارتفعت 9 قطاعات فيما تراجعت 7 قطاعات أخرى، وتصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ نحو 518 مليون ورقة بقيمة نحو 887 مليون جنيه، فيما جاء قطاع البنوك ثاني القطاعات التي شهدت نشاطاً. في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب إلى 1700 دولار للأوقية، ومحليا سجل عيار الذهب 18 نحو 926 جنيه، أما بالنسبة لعيار 21 وصل سعره إلى 1080 جنيه وهو الأكثر مبيعا، أما بالنسبة لعيار 24 وصل سعره إلى 1235 جنيه، أما عن سعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 8640 جنيه. في أسواق البترول العالمية سجلت أسعار النفط أعلى مستوى في 5 أسابيع بدعم من قرار أوبك بلس إجراء أكبر خفض للإمدادات منذ عام 2020. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.7% إلى 97 دولار و92 سنت للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.7% إلى 92 دولار و64 سنت للبرميل. ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 4.49% لتصل إلى 4.03 دولارات للتر. في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.21% لتسجل نحو 6.75 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. انتقدت الصين قرار الولايات المتحدة بتجديد القيود على الصادرات، الأمر الذي سيزيد من صعوبة حصول الصين على شرائح الحوسبة المتقدمة وتصنيعها. تأتي الانتقادات الصينية بعد قيام الولايات المتحدة بتحديث ضوابط التصدير التي تضمنت إضافة بعض رقائق الحوسبة المتقدمة وعالية الأداء ومعدات تصنيع أشباه الموصلات إلى قائمتها، حيث تؤكد الولايات المتحدة أن هذه الإجراءات ستحد من قدرة الصين على شراء وتصنيع بعض الرقائق المتطورة المستخدمة في التطبيقات العسكرية.
أظهرت بيانات حكومية أن الصين سجلت نحو 422 مليون رحلة سياحية خلال عطلة العيد الوطني التي بدأت في الأول من أكتوبر وعلى مدار أسبوع، بانخفاض بلغت نسبته نحو 18.2% عن موسم العطلات العام الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال يعاني فيه قطاع السياحة من القيود الصارمة التي تفرضها السلطات لمكافحة فيروس كورونا. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لهبة ودينا لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة.